ورقتي بسيطة جدا، تحاول أن تقارب تجربة الشاعر محمد عنيبة الحمري من جانب الأصالة. فكنعرفوا بأن الشاعر محمد عنيبة الحمري شاعر يؤلف بين الحداثة والأصالة، وإذا كانت الحداثة هي انفتاح على الحاضر واستشراف للمستقبل، فإن الأصالة تعني القاعدة التي تقوم عليها هذه الحداثة، ذلك أن الأصالة تحفظ الهوية وتمنح التميز والتفرد والخصوصية. وسأحاول في هذه المقاربة استجلاء مظاهر هذه الأصالة من خلال السفر الثاني من أعمال الشاعر الشعرية. وقبل الخوض في الموضوع، يرتئينا أن نمهد له بمقدمة تضيء لنا رسالة الشعر وموقع الشاعر من زاوية رؤية الشاعر محمد عنيبة الحمري. أولا، إضاءة. رسالة الشعر وردت في المجموعة الشعرية إشارة دالة على مفهوم الشعر لدى الشاعر، يقول فيها: خطيئة الشعر وصف الوقائع والزمان. إذا ليست مهمة الشعر كما يفهم من السطر الشعري أن يتوقف عند المظاهر الخارجية والمرئية لموجودات العالم الخارجي أو الداخلي، بل هو شهادة على تاريخ الشاعر ومهماته، ومن مهماته أن يكشف الغامض ويعري المستور ويخبر عن المجهول. يقول في قصيدة حروفنا الأبدية: قد حان لي أن أبوح لأستريح. موقع الشاعر، يقول الشاعر: الشاعر في مفترق الطرقات. نعلم أن المفترق واحد، تلتقي أو تتفرع عنه الطرقات التي لا نعرف عددها. أن يحدد الشاعر اتجاها ويمضي فيه فهذا هو المطلوب، ومع أن الشاعر في جوهره ذات قلقة متوترة حائرة، ولكن من وجهة نظر الشاعر محمد عنيبة الحمري يتحتم عليها أن تختار، وقد اختارت ذاته البوحة والكشف وقول الحقيقة. جوج، مظاهر الأصالة في تجربة الشاعر. إن تجربة الشاعر من خلال السفر الثاني من أعماله الشعرية تتجذر في تربة الأصالة لغة ودلالة وأسلوبا وصورة وإيقاعا، وهذا ما يمنح للتجربة الشعرية نكهتها المغربية والعربية الأصيلة. على مستوى اللغة، اللغة الشعرية انزياحية بالقوة، تكتسب دلالاتها انطلاقا من سياقات الاستعمال، وهي لا تقصد بذاتها وإنما إلى ما توحي به من أجواء فكرية وعاطفية ووجدانية. وقد وظف الشاعر جملة من المفردات التي تحيل على حياة البداوة، حيث العلاقات الاجتماعية والإنسانية قائمة على الفطرة والبساطة والعرف والأصول. من هذه المفردات: الأنعام، القبيلة، الديار، الطأر، الجلباب، الرمال، الفلات، الروابي. جوج، أسماء قبائل عربية. وظف كذلك أو وردت أسماء قبائل عربية احتفظت الذاكرة التاريخية بجانب كبير من سجلها التاريخي. مثلا في قصيدة فلنحترق ذكر الشاعر قبائل بكر، تغلب، تميم، وقد كانت في العصر الجاهلي من أكبر القبائل وأعرقها وأقواها. كتذكروا الحديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم: لو تأخر الإسلام لأكلت بنو تغلب الناس. وقد ارتبطت أسماء هذه القبائل بحرب داحس والغبراء التي دامت حوالي نصف قرن،
ووظف الشاعر لإلقاء الضوء على واقع العربي الراهن، خصوصا القضية الفلسطينية. يقول: نفس البلادة تغلب، بكر تميم كل يعزز دينه، يا ليت شعري ما الصحيح. في قصيدة أنف الناقة يقول مستحضرا قوم بني أنف الناقة: سلالة من بني أنف ناقتهم، تتهامس كل القبائل، كيف تتنفس من منخر واحد. ذكرنا بيت ابن الرومي، ذكرنا سي حنيفة، لو استطاع لتنفس من منخر واحد. الشطر الأول ما سجلناهش. ليعبر عن ظاهرة تجسس على حياة الآخرين للكشف عن أسرارهم وحياتهم الخاصة، وهو يدين هذا السلوك اللا أخلاقي. استحضار بعض المدن التي سجلت حضورها في الذاكرة التاريخية والأدبية العربية، كمدينة عمورية في قصيدة تحمل اسمها، وقد خلدها أبو تمام في قصيدته الرائعة: السيف أصدق إنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب. وقد وظفها الشاعر لتصوير واقع الهزيمة والانكسار الذي يعيشه الناس. يقول: فيا سكان عمورية، دعوا الأقداح أمنية. كذلك استلهام الخطاب في قصيدته فواصل بين مقاطع الرفض، ليصور الصراع بين الرغبة في التحرر التي يقابلها الإمعان في القتل. يقول الشاعر: أمامكم رؤوس أينعت وحان موسم القطاف. حسب يحيلنا على خطبة الحجاج الشهيرة في أهل العراق التي جاء فيها: يا أهل العراق، يا أهل الشقاق والنفاق ومساوئ الأخلاق، إني لأرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها، وإني لصاحبها. كذلك استلهام القرآن لإعلان براءته من التهم التي وجهت له. يقول: يساق المعدمون إذا تأخر، يا لأكف الصدى، قميصك قد قد من دبر، فأين شهودهم وكلامهم أجدى. وهذا يذكرنا بقوله تعالى: فلما رأى قميصه قد قد من دبر قال إنه من كيدهن، إن كيدهن عظيم. سورة يوسف، قصة يوسف مع زوليخا أو امرأة العزيز مشهورة. كما يوظف الشاعر الشعر الأندلسي ليعبر عن قسوة البين والبعاد. يقول: إذا جفت مآقينا. وهذا السطر الشعري جزء من بيت ابن زيدون الذي يقول فيه: بنتم وبنا فما ابتلت جوانحنا، شوقا إليكم ولا جفت مآقينا. يوظف الشاعر أيضا الحكمة في قصيدة الفم عندما يرفض أن يكون الصمت هو باب النجاة، ليتفادى الشخص أن يقطع لسانه. يقول: فكان الكلام هلالا وكان السكوت ذهب. كما تتأصل التجربة في تربتها المغربية بربطها بالمكان، فنجد أسماء مدن مغربية: منسمان، شاطئ المحمدية، فاس، دار البيضاء، أورير. كما وردت عبارات وجمل خارج نصية على شاكلة إهداءات تلقي بظلالها على التجربة الشعرية، كما في قصائد داء الأحبة التي صدرها ببيت للشاعر الأندلسي ابن حبوس الذي يقول فيه: أعداؤنا في ربنا، أحبابنا جرحوا القلوب وأقبلوا في العود. كما في قصيدة صريح في مسرحية التحكيم مهداة للشهيد عمر بن جلون في ذكراه 40 لاغتياله. كما قصيدة همسة المهداة إلى نزار قباني. كما تمظهرت هذه الأصالة على مستوى الأسلوب، حيث نجد الشاعر ينحو الشاعر منح أسلوب كتاب كليلة وديمنة التي وردت حكاياته على لسان الحيوانات، كما في قصيدة احتجاج ضد الذبح، حيث اجتمع ثلاثة خرفان وكبش: وقد آلمهم أن تتساقط الأغنام كل سنة بالذبح دون إشفاق، فكان الحوار بينهم احتجاجا ضد الذبح. طيب، هل يمكن أن أجتزئ مقطعا من القصيدة؟ كذلك على مستوى الدلالة أي المضمون، فالشاعر يستلهم موضوعاته من الواقع المعاش في وطنه، وتنوعت تيمات القصائد وعبرت عن هذا الواقع الصعب الذي يعيشه الإنسان المغربي: التشرد، الفقر، البطالة، القهر،
غياب العدالة دون أن يفقد هذا الإنسان أمله في المستقبل. يقول الشاعر: يحرك رجلا تتيه أظافرها في الوحول، وكل الأصابع طالت تبد خشونتها، فهل هذه قدم أم ترى حيوان يطوف ويقبله الحي إنسانا؟ إلى أن يقول: ينوء بثقل الرتابة عاما وعاما ولا ينتهي فيه ذاك الأمل. إضافة إلى تيمات النضال والثورة والمدينة والعزلة، كما يستمد موضوعاته من تجربته الخاصة، خصوصا القصائد ذات المنحى العاطفي. رغم أن معظم قصائد ديوان اختار لها الشاعر الشكل الحداثي، إلا أنه لم يتخلى عن الشكل القديم المتمثل في القصيدة العمودية، كما في قصيدته همسة التي يقول فيها: أمتعت كل الناس بالكلمات يا شاعر اللذات والقبلات، أنفقت عمرك في الغرام مراهقا سودت آلافا من الصفحات. والقصيدة المشطورة كما في قصيدته لا تقول، حيث يقول: في اقترابي منك شوق في ابتعادي، أنا أفنى أنت يا مغنى نشيدي وصدى قلبي المعنى. والسلام عليكم ورحمة الله.